النائب الاول تاع وقالك سي جدوي سفيان هو اللي دناه رئيس تعهد الجمال. النائب الاول تاع حنا استاذنا امام ماجد وثاني وراء استاذ التربيه البدنيه، والنائب الثاني هنا استاذ ثاني التربيه البدنيه بنقوى نبيل، هذو جدوي وعمام ماجد اللي هما ابناء الحيوان نعرفوهم. الكاتب العام دنا استاذ حمد الدين احمد ولد حي خميستي مع معروف، والنائب تاع دنا مالكي عبد القادر، عبد القادر شفت عندنا ومالكي عبد القادر هو ابن الحي دنا. امين الخزينه استاذ تريزوري دنا بخاطر النائب برويقات محمد قدوري عبدو حطاني قدور بن جلالي هشام زناسني عبد الصمد وحمو محمد ورحم محمد الياس. هادو هما الاعضاء، هادو كاع اللي درناه هو المستقبل وهم معروفين والشبيبه شو كبير فينا وقال انا كبير فيهم ومعليش ما قطعت عليك. هذه هي جمعيه اللي درنا مشكور في الصوره احنا من هذا المنبر وحنا من هذا المنبر ولا شي حاجه كبيره شو حنا هدية حنا هدية الجمعية تاعنا وتكون في الصورة فيها. أنا مادابيا نعطي الكلمة لأي واحد من الحضور تاعنا اللي بغى يتكلم ويعطينا فكرة يعاوننا هكا. الجماعة تاع قال لك حبيب الرويقات هو اللي يعطي الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. على كل حال مبادرة مليحة تشجع وتطلب تشجيع، والحاجة اللي تفرح وهي الإطارات الموجودة في حي خميستي. كي ذكرتهم نقول لك صحابي متفاجئ لهاد الاطارات وكاين شبان، يعني النجاح موجود. النجاح ان شاء الله. هذه واش تطلب؟ هذه تطلب كما يقول لك التفاهم والانسجام بيناتكم، هذه وحده. وثانيا الاراده، الانسان ما يفشلش، خص الانسان ما يفشلش. سي فري ديبي شويه صعيب، سي فري ماهوش ساهل، المسؤولية ماشي سهلة، ولكن كي تكون إرادة كلشي يبدا. لاخاطر علاش؟ يقول لك الإنسان يستثمر في الإنسان، مادام الطاقة موجودة والشبان موجودين كلشي يلحق. نطلب لكم النجاح وشكرا. نعطيو كلمة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعث رحمة العالمين. بدأت السلام عليكم. أنا اللي عجبتني في هذه الشبيبة بارك الله فيكم، والمستقبل جبر من يحملون المشعل. وأنا أقول لكم الله يتوي بيناتكم والله يبارككم ونشوفوا المستقبل إن شاء الله. ماشي تاع امور غئافات اجتماعيه، الحمد لله جاب ناس وراهم اطارات كما قال مسيو حبيب،
والحمد لله انا فرحت كي عرضتوا لي زونسيان بارك الله فيكم. وكاين لي زونسيان بصح هادو لي زونسيان تاعنا كيما عبد القادر غانم الحاج هادي بن عسري عبد القاعدي هادو هما المشعل هادو هما كيما نقولوا حنايا المير تاع 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 المستقبل. وانا بغيت غير نوضح غير حاجه الا يسمحوا لي جماعه الهضره. الهضره راه عليا بزاف هذا وجابوني جماعه وانا ماذا بيا نهضر كاين واحد الامور نوضحها. بون هذه الجمعيه كانت تاسس كانت باغي تاسس قديما زعما كيما نقولوا هذه واحد السيزون لا سيتو. واحد الناس راهم يهضروا باللي قالوا هذه بالعسل عقل. انا ما عقلتش ما بغيتش ندخل في فتنه. انا باش نوضح الجماعه تاع المستقبل كانت واحد الجماعه كان سمير بريزون كانت سير بياش وجاو هاد الجمعيه باغوا يديروا جمعيه ودرناها وكنا بصح كي جبرت فيها باللي كاين واحد الفتنه جبدت راسي والفتنه تو اشد من القتل. جبدت راسي علاش؟ باسكو كاين واحد لي كونفلي بين سير بياش وهذوك الناس ما ولا ذكرى لاسمائي. هذه وحده انا عمري ما عطلت في المستقبل ولا في لاخر كو كنت في المجلس البلديه وعيطوا لي وقلت لهم جو سوي بري مي كيش فتنه جبدت راسي فهمت. هو دخلوني في واحد المعمعه جبدت راسي لاخاطر علاش؟ كنت انا مع الجمعيه تاع سير بياش في لي كونفلي بالك على بالكم بها. بون اختلاس اموال منا وهذه والحمد لله السيد ما قبضش الحبس هذه نحمد عليها رب العالمين. واتهموني بطلب رشوه 50 مليون جبد راسي من الجمعيه وهذه بون هذه ما فيهاش وقت ربي عليهم. ثانيا يا جماعه انا رئيس رابطه تاع المستقبل تاع الحنايا كاع رئيس رابطه البلديه. دخلنا على الشرطيره ولا ستاد هذا باش الناس كاع تعرف باللي جو سوي با كونتر الحناويين جو سوي بور الحناويين. وانا قبل ما نكون مستقبلي انا راني حناوي راني بلد حناوي ضائره الحنايا. هذه الرابطه هذه تجمع كاع الكره كاع الكره. حنا شتنا عندنا 52 فريق في المستقبل كي شتنا قلت انايا بون كاين الحنايا وكاين المستقبل. كي دخلنا على الشرطه دايره قالت لي مسيو بالعسري هذاك الملعب الجواري تاع الحي ما يلعبوش فيه نابوركي يلعبوا فيه ولاد الحي. عندي شهود وعندي كل شيء بون ما كانش صوت ما كانش لاخر. قلت لها مدام انه هذه مشينا على الخلاص منها درت معها لي كونفليت المهم فعلنا مع التالي. قلت لها مدام سيد الرئيسه قلت لها هذا الانفعال لصالح العام ماشي لصالحي ماشي طبق سكنه ولا طبق عامل ولا طبق انا استاذ وعندي شخصيه الحمد لله. كي درنا 52 فريق جاوني الحناويين قلت لهم يا جماعه انا رئيس الدائره ها واش قالت لي كي تدخلوا عندها عيطوا لي ما تدخلوش قلت لهم كي تدخلوا عندها عيطوا لي. بون انا ما حرمتش ولاد الحنايا حرمت لو بريزيدون ما يكونش زعما كيما نقولوا من الحنايا باسكو علاش كون يجيني نقول له واه بارك الله فيك بصح روح هضروها ولاد الحنايا روح هضروا تاع الستار تاع الحنايا شكون يلعبوا فيه هذا هو هذا ما كان بور مات لي بواسيليتي قالوا دي ولاد المستقبل راه عندهم ملعب يلعبوا فيه ولاد الحنايا راه عندهم ملعب يلعبوا فيه ونديروا مكرينو ونديروا الاخر بصح انا السؤال مطروح انا هذا السؤال مطروح لا على حسب الله وانا عبد الوكيل انا جامي كنت مولا فتنه مولا عقيل مولا راه نوكل ربي عليهم وحسبي الله وعلى الوكيل الحمد لله اللي جبونا. وانا واش نقول لكم ما تسمعوش الوساوس والله يوفقكم ان شاء الله وهذا دعاء من عبد الله يوفقكم ان شاء الله. وانا كاين حاجه باش الحناويين ما يرضاش على اعتبار باللي يا ودي هذاك كونتر الحناويين لا انا بغيت نوضح امور باش تعطي الحنايا يروحوا يشوفوا شكون اللي راهم يلعبوا فيه واللي راهم يكريو وصاي هذا ما كان وفق.